اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي وتقبل حسناتي. اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة، يمنها ويسرها وأمانها وسلامتها ونورها وبراقتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعصرها وخوفها وهلاكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي الذي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.